إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، وهعاون قبا إن شاء الله تعالى أدوال الله سبحانه وتعالى من فضل يديرات كأنصيه كتابك صحيح الآداب الإسلامي، فإن عاو أخرين إن عشر كصدني سديدات يصدني الصقالات يا فرتانات أسد أحد عشر وعاوة قبا أي نسكو حرينا إن بضن حديث هذا أي نهاري أصوى مرني مالك حديث إنو إنت بضن صحينا وإنو دول مرينا وكلية وعاد عكرت حديث أفريشان إلي حميلود أي نكو مرني وكتب آذابة وكتب كتابك آذابة الحديثة ونور معاني لو كالدريشان إيه هادو ميشو كسوغنا قيبو كدليشان إيه مالك معاني ديدو مالك إنو عبار كورفر لنا وحنو إنو زائدين ميسو نعاو حينو كقاضينا آداب الهدية عشر كصدرين سديدات آداب الهدية وحكب اللابي شيخو قبول الهدية ولو كانت بسيطة قفك وحلوه سو هدية قبول كو أقبلات دي قادتان كو قادنا هدية دي ولو كانت بسيطة وحير أو فضبها نقطه إنو قفك أقبله أو قاته أو سن فضيسن أو قرسن أو وحاني محالة قاقلة جيدة هذا الغوق قرسن يقفك وسن بهين هذا يرتعي هدية دو بسيط اسكتها إنه قاته. روى البخاري وحورنا يا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوير رسولك صلى الله عليه وسلم لو دعيت هدي الليوير إلى ذراع ذراع يردن أو كراع أما كراع الليوير قب ليغير حولها قب لا أجبت وأنا أجيب لها ولو أهدي هدي ليسو هدي إلي أني أنا ذراع أو كراع معنى ردن حولها وحوي حافر كي لوك أدقان يا وي معنى وحا يرو هلب كأن لهين هتا هدي ليغير لقبلت وانقبل لها مركا إن هذا ذراع وحد كفها ميسان وحول الجيدة قطوط غاموس توحي رادان من الإنسان من المرفق إلى الرسق حصلك لا إيو ماشي قعنتك الله بنتو عما عمت انت قد حيساوة على إرادة ذراع الإرادة لدنك هدي اللي يقوي يروه معناها نافك حوراها هدي اللي يقوي يروه يقرع هدي اللي يقوي يروه أو انت يغطي هو سوء لك حولو اللي قانا يانا هو قرع وحا الإرادة وحا اللي هاي قرع وحا الإرادة هو من الدواب ما دون الكعب وأنقو يلوكت انت كهو سيسا أيا اللي إرادة نافك اللي قانا يو مع الله قاعد يا قليل اللحم انت اين ايت حياتا انت بدن دقن سومالي دو عيب بيكو طاه رقا حتى ان لفيه مركو وحيا الله سنة حتى رسول كو حولي يحضي هدية ساس وكلا هدي اللي يقو ييرو لقبلت وان اقبل لها. وفي الصحيحين وحا كسو اروري هرين وصو مرن حديث كاس دورجر درس كي وحيا الله مركي نسو مريني. وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري يا نساء المسلمات هوينك مسلمات كأهايو هوينك فضلك بضنايو هوينك وناكسنايو ومعنى كلمة اللي قلنا واقية لا تحقرن هحقرن أو هقورصنين أو هوصع أوليقين وهيصين جارة مدرسة لجارتها درس كيدا ولو فرسن فرسن ولو فرسن شات نافير أوكي سواء الله كدقيه أو في السنة شات وحوي حافر كان هذا حلول جدا موضوع الحافر للفرس فرس كنت أقول كذي أنا يا وكلا حلول جدا إسك قابكي وكلا ويه حتى هدي كوسو هدي يسو هقور سنينا يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها هوين يدرس أدرس كذي يسم قور سنين ولو في السنة شات النف شاتيا في السنة كيسي قابكي سرقة أقول لي أنا يا والله كذي جه قدر كلا بعد أدب تهدي هذا وحكم إذا وهذا النوغو تلمام يهل كان وكوك هيني آداب أهان أو تلمام أن تشرك من حضر معك في الهدية إن كان تقصد
أن تش واحد لي يالك أن تشرك، معنى إن لو ذاكت من حضر معك عدك القرص وقبق الشيء في الهدية هدية له، إن كانت تقسم هدي قيب سميس، إن كانت تقسم هدي قيب سميس، معنى هدي قيب سميس إن ذاتك لو ذاك جسد وعد الله عد معك هو واحد معناه كل جوك توكل إن هدي قيب هدي قيب سميس. وعود لي شنو يا روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول وحويري أبو هريرة رضي الله عنه كان وحوها يقول حديث كان وحديث كي أنه إن بدن عرب كما رقار كنت كل فنجر من نضاش الصحابة أبو هريرة وسنة كي تضبات صو إسلامي سدح لي سنة أولا جوغي نضاشي سو صحابة حديث تبضن أيال قلت الماما وانت حديث أوري رسول الله صلى الله عليه وسلم سدح لي سنة أولا جوغي علمي ودلبي نضاشي سنة حديث كان عاون نوت المامي يا يعني نقول نرش من بركة أي تهاي يا علم الضلب كي ناقص كوك يا سنة سوحنا ذات كلام بحيسة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه كان وحوه يقول مديرة هذا أبي هريرة يا وحو أرني الله بو أرني الله كلمة دا أي كان يقول الله أي والله بان كل دار كدار بولا جيدة الذي الله بان كل دار يا لا إله إله كرو حق لقو عابد وسنجر إلا هو إساق مويه إن كنت وحنها لا أعتمد مدعس كذا بكبدي بيركيغا على الأرض أرمضا روك كل جيانها من الجوع قاجة درته بيركن بيركن روك قوقباني وإن كنت وحنها لا أشد الحجر مثل أشد كحر حراء وكوات كيية أيان أهابو لي الحجر طقح على بطني على شيء من الجوع قاجة درته ولقد قعدت ولقد حقيقة قعدت وحن فريستي أي جلست ذات يوم وي معنا ولقد قعدت وحن فريستي يوما مال على طريقهم طريق أي سوم مريين الذي كاسوا يخرجون يقصوا بحيين منه أسقع حاجات كوضا يضنها إليهن انت بضن صحابة إيه ضدك مسلمين تي طريق أي سوم مريين أيام فريستي وير مال مال مها كمدة فمر وحا إصوم ري بو يري أبو بكر أبو بكر أيا إصوم ري أبو بكر أيا إصوم ري فسألته وحا ويدي عن آية آيات أو من كتاب الله إلى كتاب كيسا آيات آيات معاني هذا إيه شيك ما سألته أمانا ويدينين أبو بكر آيات معاني هذا إنه إيه شيك إلا ليشبعني انت أو الدريم أو إقرته إنه مكا إدرجيه وحيسيه قاجة درته إنه إفهمان كدوني فمروا إسكا صعدي ولم يفعل مصمين وما فهمين أو يجباوي وحن ويديا لكن ما قرن ثم مر بي عمر باي صومري عمر باي صومري بويري فسألته عن آية من كتاب الله آية الله سبحانه وتعالى كتاب كيسان ويديه ما سألته والله وما أنا ويديني إلا ليشبعني إنه أقدر جيه ويفهمه فمر قف بموت كصباحي فمر وحا صومري فمر وإسكا دقاق وإسكا سعودي فلم يفعل مأوسا سمين وحبا مقرا أرنكي ثم مر وحا صومري بي أنيقى أبو القاسم با صومري وكن يدي نبيك صلى الله عليه وسلم فتبصم وادول عدي حين رآني مركو إي أركيو وعرف وحو قرتي ما في نفسي نفتي إذا وحي كسو قمتا إي حالة إي قاجة إي موقتا وما في وجهي فتبصم وادول عدي حين رآني مركو إي أركي وعرف وحو نقرتي ما في نفسي وما في وجهي نفتي إذا إي وجهي وحكم موقضو قاجة ثم قال مركاسا وحير يا أبا هر أبا هريرة قلت وحن كير لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله قلت وحن كير لبيك يا رسول الله إجابة بعد إجابة كمغلي أو كأجيب رسولك الله قال وحير الحق أيوه رسولك صلى الله عليه وسلم تبعي صرع وحير الحق صرع ومضى وسعدي أي إلى سبيل بيته قرقيسي حقيسي أي أسعدي فتبعته والراعي فدخل وقاليه سيدي آذبت إنه كسو مرد قليها فاستأذن وإذن قاطي فأذن لي وإيد ما إنان صغله
فدخل وقليه فوجد وحو هلي قرقي لبنا عانو في قدح ويل كجرة هروب كجرة ويل قدح عانو كجرة أيوه هلي رسولك صلى الله عليه وسلم. فدخل وقليه فوجد وحو قرقي كهلي لبنا عانو في قدح ويل كجرة فقال وحويري من أين هذا اللبن؟ عانهاني حقيبي كي مادين واحد مركا كشا كده وقول جي مادين ادو يديس واحد مالي من أين هذا اللبن؟ عانهاني حقيبي كي مادين قالوا وحي رادين هوين كيسي أهداه وحاكوسو هدية انت سكد ليشان يا هدية دمك أهداه وحاكوسو هدية لك أذيقا فلان أو فلانة هبل مسي هبلاي راوغي باشاكي مهبل بوير مسي هبلاي ويري يا كوسو هدية قال وحيري أبا هر أبو هريرة قلت وحنكوري لبيك يا رسول الله كأجيبي أو كمقل رسولك الله قال وحيري الحق تقو إلى أهل الصفة ذاتك أهل الصفة أه مساجد كجيفة إسلام كمرك يصو إسلامان أهل الصفة هذا وحي ألجيه معاني داني وهل كان أكين يا أهل الصفة وحو يقف كستو صو إسلامه ورقي كم يدعوهم وحن ما اللحين حولنا أن اللحين مساجد كو آذي يضطك السيحدة على الصفة هو هل كاس لغو انتصي ولغو إلى اليوم مساجد كاس كاقع بادي يستقو مالك على الصفة اللي هذا مالك مرقا كو سيديت انتضواتا مرقا حل أبو هريرة قوضا سكم يدعا مالك الحق إلى أهل الصفة تقو ضطك مساجد كجوغية صحابة دي أنو حبها يسان حولي يمال وضطك المسلمين تا كنولا فادعوهم لي إيهوية أدهروب عانا الله هيا قال وحوير وأهل الصفة أهل الصفة هنا أضياف الإسلام إسلام كمرتدي سيبي أهاينو تدك إسلام كم باقودين يو وحسيني مرك أهدى لك فلان إنت أبو كدلي شانا يا حديثك وليب حديثك معاني كانوا لهايو وحو لهايو إنتاني أذيب وحوكو ترأينينا تضلات سيديت تنقفو مرتد ومساجد تجيف تدين لك يا رب ماشي يا أبو هريرة قلبي وكيري لكن مركي دادك اللي سيئي أو هروبك أي كتر جين أيا أبو هريرة ما والله ميلان يا مالح حديثك إنا نصمرنا نوجع الله دوالي قضب كسد حاد وحاوة تقديم الهدية لتأليف القلوب تقديم إن الله مريه الهدية هدية ذي لصيه لتأليف القلوب بقف قلب جيس الله صد ميه ضدك كلا أن أنت إسكت معه تقف كاسب قلب جيس يسود شق إسلام كي وحقوق تي وناجيس إن معناها قلب جيس الله كبو الله صيه الله إلاليه وحكمة قيف تضدك أم حجرش هذا كم تاي روى البخاري عن عبد الله بن أبي مليكة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له وحلوسه هبي نبي صلى الله عليه وسلم هدي الله كان أقبية من دباج أقبية در عريري أها لرا أقبية أها لسميه نوع درك كم دوي أقبية دمر ومن دباج حريرة مزررة لغو حربية لغو شرحية لغو زي بالذهب ذهب فقسمها وقيبية في ناس ضد من أصحابه أصحابتي سكمده وقيبية وعزل وحأوردقي منها مريه الله كان حقوده واحدا منها لمخرمة ابن النوفل بأوردقي نلا يرى هذا مخرمة ابن النوفل أي أوردقي بسبب أوردقي يصحاب بدن يدد بدن جوغي هل مروع إليه مريه قيبين أيوه قدال بأوردقي رسول صلى الله عليه وسلم وعزل وحأورد إليه أو أوردقي منها واحدا منه لمخرمة ابن النوفل نك اللي يرى هذا أي أوردقي رسولك صلى الله عليه وسلم لمخرمة ابن النوفل وحوها مخرمة ابن النوفل ابن أهيب ابن عبد المناف ابن الزهر ابن كلاب من قريش أو سحابي بوها ونين دأوين وها يو أضيق وضي أها معناها كبير معناها أضياشي كاب قبيل لضع أها ذاتك قلوب توضي إسلام كل قسو الدمين وها دنو أمت دنو مضحو أها وكاب قبيل وها يو أغاسو أما سلطان أما واحد دون تدبره قلبي قسالة سو الدمين والدك نكاسنا نوفل ابن وحل الأورنجي أم ابن وهب ابن عبد المناف هذا وحو هذا نكا أضيقا أي الله دقي وقاس كان بكابا قبيل كاها أيها المرأة دقي سو إسلام هو قصة الدمو ذاتكي سمركي لعرق النبي نكا قوني أكرامي ذاتكي عامضة هاي كسي حنابا سيرها عيو أو يسوون إسلام كيبوسي جعلانا يا وعزل وحا أقول لقي رسولك صلى الله عليه وسلم مره منها أمريه وقيبين يواحدا من لمخرمة ابن النوفل فجاء ويمد ومعه إسوه لصعد ابنه والكيسة مسور ابن مقرم أو لصعده
فقام وحو استاغي على الباب الباب كي بو استاغيو فقال وحو يري ادعوه لي يقو ييرا ايو ييري اي اطلب النبي صلى الله عليه وسلم لي يقو ييرا نبي قو ييرا فسمع ادعوه لي يقو ييرا نبي قو دواء يقو ييرا نبي قو ربابو ييرا فسمع النبي نبي مقلي صلى الله عليه وسلم صوته عدك يسوع مقليه فأخذ قباء مرضي وقريي بقاضي فتلقاه وكار تجيه معناه مركبة فتلقاه اي تلقى مقرمة مقرم كله تجي به مرضي واستقبله ونقابله ومركو كله تجي مرضي بو يدري مرضاني هذه هنقول لي بأزراره وحلقة بالأزرارتي حرف كذي يزقزق كذي ماشي ده كل مزررات بالذهب هيدا مرض ماشي كشر حنادو كقروح قروح ذي كم وقتيبه واستقبله بأزراره أزرارتي ذي سواها يكورجي فقال وحي يا أبا المسور أبا المسور أو مسور أبيه سو خبأت هذا لك مرض أنا أذن كو قريي يا أبا المسور خبأت هذا لك تن أذن كو قريي معنى قول إن ذاك الله كرامي الله تصيح وكان صاص وحوية إلي رسولكم في خلقه أخلاق ذي سيد بي عديسة شدة من أرقب هيدو رقا أتكايا معناها ساسا لوي إلي إن معناها هل كاسي مركو وكوها حالا وحكوشك شيغو دبي عد أتكانتي ساسية مركا تاسا مركو وحوية رقبأت لك هذا مركو وصيفة صيرا وحوية وكان في خلقه دبي عديس وحي شدة من قلسانه أرقب يعني ساس واحد لو يلي وجوني لو كلاميني مرك إن ضبط كذا قبل بلا آدم خوف يسكدر بعقول أو يسكدر بعضه سي أقل لسانه وحي يرحد راحه ويقول سنة يسكدر إن سجوني الله كلامي وقلبي جيس الله صدمه وعي دعوة هي خير كي يلا جعل يسيو وحي كم يتهي وناج إسلام كي كم يتهي وحكم إذا شكر الهدية إن هدية ذا لقى شكريه شكر معناه مهدي أتساس وقلوا بيكرتا إنه كشكرية كي لو هبيي وحلو هديي أولا سيي إنه كشكرية هو أبو داود وحسنه الألباني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وحوير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوير من أعطي قفك لصي عطاء في اسمه أو فوجد هلا فليجزي به هكا أبا القدو وحي لسيي هدو قف وحلسيه وحي لسيي هكا أبا القدو فإن لم يجد هدو صنهي وحك أبا القدو فيثني به ها أمانو قفكي سيي ها أمانو أمانتا وحيت هاينا حديثك قيبتي سدن بانوش يا جيسا فمن أثنى به قفكي أمانو قفكي وحسيي فقد شكره كشكري ومن كتمه قفكي قريء قفكي وحسيي أنا أمانين وأمانتي يدعى دي الوش هذا قدال بينو كشي قدونا حديثك نوت المامي دوني فقد كفره وكو كفريا نمعادي يوناقي لسيي مرك شكر المهدي وقفك الوحلوه هدي إنه أمانتي كب ما أمان بعهيه وكعليه وناجلة المامية حديث كان النوط المامية ضمبه روى الترمذي وقال حسن جيد وحديث حسن وناكسا غريب أهو عن أسامة بن زيد قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير من صنع قفك الله سمي إلي حقي سمعروف وناك قفك الله قبته أو الله سمي وناك قاسي حول النقنكرة العقل النقنكرة وحكروك النقنكرة قالوا النقنكرة وحكستو أو وناك من صنع إليه معروف قفك وناك الله سمي فقال ليراد لفاعله كي أسمي ويراد فقال ويراد لفاعله جزاك الله خيرا أما أنت مركوا في سوي جزاك الله الله كأبا المريو خيرا خير الله كو أبا المريو جزاك الله خير يا دكتور يراد قارك دي هواك جزاك الله خيرا فقد أبلغ وكحل إيراد قفك سيدا يراد في الثناء أمانت بكحل إيراد هذا وحمص في اسمه أي تاين حديث كرة نوشة من أعطي عطاء قفك عطائي وحلصية فوجد هلا وحي لسية فليجزي بها كأبا المريو وحكرا وناكسنا وقوب بدل قفك فإن لم يجد مركع فليثني بها أمانة أمانتا مركع حتى وكوح الإيراني جزاك الله خيرا إنه يراد فقد أبلغ وكوح الإيراني في الثناء أمانتي مركع قفك وحلو هدية ذي إنه كشكرية ووحي لسي ويراد جزاك الله خير قضب كشناد وحاوية أن تحنو تلمام يا هل كانوا هدو وكوكين يا تلمانتا أن أحاوية أن تقدم الهدية للأهم فالأهم أو الأقرب فالأقرب إن أذكر مريسو هدية ذي للأهم سيدي أكل مهنسين فللأهم لا تقول سيدي أكل مهنسين أو للأقرب فالأقرب أما سيكو أكل دويهين
في دتك اوكل مهمتين هديه ان اد اوكل هرمريسو. روى البخاري عن عائشه رضي الله عنها قلت وحن كور يا رسول الله ان لي وحا اي سغناده وين سمر الحديث كان جارين لبا درس با اي سغناده فالى ايهما لبا درس دريب كيبان اهدي اهدينا فالى ايهما لبا درس كيبان اهدي اهدينا. قال وحي الى اقربهما منك بابا الى اقربهما كودو كوغو دواشه بدن عائشه منك اديغا بابا من الباب اهان كودو سياسي وكو كلا معناه مهم سيينو لبا درس دار ليدا كودو كخيغا الباب كسو كخيغنا وحين كو سو مرني درسك يا ادابتيسا مركاي نو سو مريناي سياسي وكلا مهم سيين لك ان تقدم الهديه للاهم فللاهم او للاقرب فالاقرب سيدي معناه وكلا مهم سيين او وكلا دويين انا اقول له معناه اوكل سيسي قدوك اللي حاد وحاوي عدم الرد الطيب او الريحاني عدم الرد انا ذن عين هدي لقوسو هدي اما لقوسيو اما طيب كوحا الارادة يا الريحان تيا وحيابا عرفة يا وحيابا برفونة يا وحيابا عترادة يا طيب يا الريحان تيا عترادة يا وحيابا عرفة يا هدي لقو انا ذن في الدين او ذن عين. روى البخاري عن انس رضي الله عنه انه كان وحوها رسولك صلى الله عليه وسلم لا كان انس رضي الله انه كان لا يرد مع الانجر الطيب وحيابا عرفيه وزعم وحنا شيخ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب وحيابا طيب كي عرفتي مع الانجر الرسول صلى الله عليه وسلم هدي له سو هديه. اسباب يجوز فيها رد الهديه اسبابها اي كبنانتا او لو علين كرو قفكو كو ديدي كره هديه دي له سو هديه. روى أبو داود وحورنا وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير ويم الله ألا مقعيسا كلها رانا ياي لا أقبل ما أقبل يو بعد يومي هذا ما أنت وحي كذن بيو من أحد قف كما أقبل يو هدية هدية ويسو هدية إلا أن يكون مهاجرا إنه الروح مهاجرة أو قرشيا يهيموية. رسولك صلى الله عليه وسلم وحوت المام يا ان هديه دقار كسببها لو عيلين كرو ايو هلكان كتلماميه marka uu dhaaranaya rasuul sallallahu alayhi wa sallam oo wuxuu leeyahay illa an yakuna muhajiran quraishiyan ruux muhajira oo quraishi ah mooye oo wuxuu kale u yiri rasuul sallallahu alayhi wa sallam oo ansariyan ree ansar ah oo ree madina ah ansarti oo dawsiyan ama ree dows ah oo thaqafiyan ama qabiil ree thaqaf ah halka wuxuu u keenayaa marka uu tilmaamaya ereygaasi qabaailadan iyo qolyahan uu u tilmaamay xadiisku uu u soo gelayo tilmaanta uu ka bixinayo rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu u keenayaa dadka la tilmaamayo waxa weeye qureyshta iyo ansaarta iyo dawsiga iyo faqatiga madkuurkaasi dadka la sheegay fadiilada ay leeyihiin oo waxa weeye sakhaawada nafta iyo himadooda sareysa iyo قطع النظر عن العواطف وحياه كلا عن الايجين وحب بحنا يوح كثار وغوص ينيت كلا وحياه عن الله ضد اساس وسخ وهاي وحب بحنا تنقف في عنابي هاي وحولي هاي مركة رسولك سنة كلا ويم الله الا ما عيسى قول ارتي لا اقبل بعد يومي هذا ما انت وحي كدم بي من احد كما بقى بلا هدية الا ان يكون مهاجرا انه يهيموي او قرشيا انه يهيموي او انصاريا انه يهي او دوسيا انه يهي او ثقافيا انه يهي كتاب كان كتاب كحجة أعضتك إني آذ ولا جيستان وآذاب كان هذا أنتم نوشة جي طلب الله كي إذا كلوح أن قال مقنع كوي هل وكتاب كان روى البخاري في أدب المفرد مربي وأنا كنت أيسجن إلا أخيه وآذاب تا أنت هذا كتاب كان نوشة جي طلب الله كي ذوك لقصي تعالى إيه أنت هذا نوشة جي روى البخاري في أدب المفرد كتاب كأدب المفرد إمام البخاري وقري وحكوا رينا يا عن أبي هريرة قال وحيري وحلل كان سوف تعرفك كيند وأي رسول كنات المام يا صلى الله عليه وآله وسلم وحير أهدى رجل من باوح أسوه به من بني بزارة كمدة قبيل كريب بني بزارة كمدة يا نبي أسوه هدي وح أهدى رجل من بني بزارة قبيلة أو مصر أها مريب بني بزارة اللي رأى مصر دكتا أيا أسوه هدي سيد النبي صلى الله عليه وسلم ناقة نفجيل أسوه هدي فعوضه رسولك صلى الله عليه وسلم نادكي لوسو هديه ايو عوض كبحييو حديث كوحو اها اينو صامر من اعطي عطاء فوجد فليجزي به قفكي وح لوسو هديه وح لصيه هكا ابال قدال ليري مركا ناقا لوسو هديه رسولك صلى الله عليه وآله وسلم فعوضه ايه اعطى شيئا نظير هديه شيء اردق ما هديه دي لسيو كالو اهي بيه
لكن حوغا كهوسية حوغا كهوسية أيوه هدية الرسول صلى الله عليه وسلم. فسخطه نكي وعروضي هو معي عرض معناه وحاض معناه وحال الغوص هدية مركب كعروطوي أنا العلم هدية أنا حديث كذا هذا تحدي نكون صمرني وكعروضي. فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم أيام مغلبي على المنبر منبر كدوشي سيقول يسأل يهدي أحدهم متكود قفبة وحسوه بيني فأعوضه ونؤب القدية بقدر ما عندي وحي أنكره أود إلى أي أنكر كره أي أن أؤب القدية ثم يسخطه مكاس عرونيا ويم الله الله ما جل إنسان كل أرته لا أقبل بعد عام هذا سنة كان وحي كدم بي وحي لا أقبل بعد عام هذا من العربي عرب كما أقبل يا هدية إلا من قريشي أو أنساري أو ثقافي أو دوسي حديث كهر معني سوقت بعضي من فيبقى قبيل كفزارة أي نف قيل وحوي نف بوسو هدية هل بوسو هدية مركز الرسول كوحوي وحقول لك موكلو هدية دي كأبا القدي نيكي واقع عراضي مرك نيكي معناها ان هذا الهدية ده القفكي وحي وكوسو علي واحد كفي يعني ناس يشموي يونو معناها كعراط وح كجرة ماشي معه مرك دتك انا قلب جوز السلاس وكلا انا هنا قبائل الله تكرموي دتك كلا وح كل رادينية مرك اقبل يجيري مرك مرق اركض ولا دي ذكر قفك هدو هدية دو كسينيو وجدي يدنك لك اغوط هذا ملاحظة وحوي قابل لوش كو كريك شيء او قابل له بين يدنا لقد ما يسنيه هذا أكتر قف كان هدية وكوسو هديين يو وحبو كاجا حاضر يا لالوش كيو كالقوسين يا ورم لالوش كريم مجال كو كلوي نوع عاصو كلي تا إنا كأق بشمة في إحنا وإنا تقول علي ساوي أنا كسم قف كاتر هذا دنا هاجي مصلحة هذا هدية كم حرنا عمرك هدية وكوسو هدية يسو هذا دو حا دل بطيء وأقول لي قت هدو كود جيدو مرك عرض عرام يساوي حلا ذني وأنا كسم مع سال ولا مجهد هدية ده دو إنا شو جهد كلا إيسم وذن إلا مؤلف قلبك يجعل سنت وحي إسلام كوغوتا لقريموي عشر كما أنت تاني كوغا قد بينا آداب تهدي هذا عشر كصدني الصقالات أو إنو قاضنا إنو سقونه وحكم دي هاي عشر كان وحا وناكسني آداب النوم إنتو هرمري آداب الاستيقاظ وكتاب موجود باللابي إنو كوحجية سيدا ترسيل كساس كوغا ناكسنا أكي قبال بومرية واحدة بامري آداب النوم آداب تهردده وحكوك عدم النوم عدم النوم قفك إنه صنصيحا قبل العشاء صلاة المغرب كهر صلاة المغرب كدب والحديث بعدها ما يوحد هذا عدم النوم إنه صنصيحا قبل العشاء عشاء كهر إنه صنصيحا والحديث هي شيء كذا بعدها عشاء كدم بيا أيا الله الرياضي إن العشاء بعد إسكشا كيسه وح وجدوا ينكي سد حدا هيدا علماء ذو أي كفط وضان كريبان موية سك العشاء كبعدين لسوي جيدا ما بنانه سد حدا سمرين ونور جروس ومر مرية قف علم كسو جيدا يا يقف مرتي أي أتمد يزوج زوجتي سكسو جيدا يا الله شاكي سنة يا هذا مع عشرة ذي يروح يكد حيا نرش هذي كشاكي سنة يا سد حدا سمر بنانته لكن وح كسو هري عهبين الجسو جيدا يسكسو جيس كي عويس كاية هيا سنو كراه وي وفي الصحيحين وحكوا أروري عن أبي برزة رضي الله عنه صحابي جليل كأورين يا أبي برزة نبضة عبيد الأسلمي صحابي مشهورها وحي إسلامي فتح مكة كور دولا مبضان ولا تضمي يا الله قياسة كد من مجال البصر اللي يرادو دقي لو كان خرسان اللي يرادا يو الكاس يو إيران يو أفغانستان يو إسكالان لا كل سنة كي وحوي كونتني اللي حات هجرة ميرا عصوي صحابي جليل كأديريو عن أبي برزة رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحوها يكره النوم مدنع أو كهضاء أو نبصدا كرا هذا هو نصمر نحدي وحيال على الجهد قبل العشاء عشاء كوه إن الله صيح الرسول كوه نبصدي والحديث يشاك كذا بعدها عشاء كدب لشاكي محايا عشاء كوه أو الله صيح ذو وده في وحي كيدا يساء إن وقت يكاب حسو حرد شكدا كدم بيسه أو عشاء كدم بيسنا وحكينا إذا إن صلاة الصبح كانت تكسيسه
والحديث بعدها مركز سداسا كراهه طايو ان قفك اسك الى الهي حدي سيفوين كاس علماء اي تلمامين او مرتي لو سو جيده اي ان هدو الهي ادم علم لو سو جيده اي وح وح قبد كمسلمين تا وح لوو قبانيا اني تايموي ان قفك وحا ويه اسك الى الهي انه ما لا يعني اسك سو جيده من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعنيه قضب كلباد يا اداب تردد وحا ويه الوضوء قبل النوم الوضوء ويسقاد انه لي ماذا قبل النوم انتو صنصيحان كور اداب تردد كمتاي ففي الصحيحين وحكوا أروري عن أبي عن براء بن عازب رضي الله عنه قال وحيري قال النبي صلى الله عليه وسلم وحيري إذا أتيت مكان تجيسد مضجعك مكان جيفك أجي بوسك أتريحانيسد فتوضأ ويسقاضه وضوءك ويسقاضك قال للصلاة صلاة سادقو ويسقاض نيسوكري ثم اضطجع صيحه على شقك الأيمن لنكا جمدك صيحه مكان أتريحانيسد ثم قل وحاتر هذا اللهم الله يو أسلمت وحان أهقاميي وجهي وجهي وحان أهقاميي إليك حقاقة وفوضت أمري إليك أي توكلت عليك في أمري كله هو معنى وفوضت وحان أطلع صارتي أمري أمرك إليك أذيك وألجأت وحان أجيدي ظهري نبرك إليك والجأت ظهري اليك اي اعتمدت في اموري عليك والجأت وحان عسكري اجيدي اليك حقا معناها دبركي اليك حقا رغبة انا رجينا يا نحريص هذه يا خيك ورهبة انا كبق يا عقاب كاقا يا عرض هذا لا ملجأ ولا منجأ ما الله عرر الله ما كان قال مجرت منك أديك موي إلا إلي منك الله جاء عرر الله جاء قالوا منك أديك حاجة إلا إليك أديك موي ما الله بحصده الله ما كان قالوا الله عرر أن أديك أهين مج الله جاء بحصده مجر إلا إليك أديك موي اللهم الله يو آمنت ورمي بكتابك كتابك الذي كازو أنزلت أسود الجسي وبالنبي كان ورمي الذي كازو أرسلت أصادقي فإن مت حضرت على شنطات أخرسه فإن مت من ليلتك عدد هبين كاتسا كجيريوتو فأنت على الفطرة فطرة الإسلام قد كجيريوتي واجعلهن كيل آخر ما تتكلم به آخر ما تتكلم به وحاقود دنبي أتكوها سذاك يال فإن مت من ليلتك أي هذه الليلة دعاء اسمك داخل فأنت على الفطرة أي على دين الإسلام روحي خاتمه هناك سنبي أنقون يسايو دين إسلام كوكو جيريوذي أيو ليه رسولك صلى الله عليه وآله وسلم السقو النور المامية فإذا ذا أي لا ذهي إن وحوي قفكم مركو أصيحنا وكصيح ذا مقع الله سبحانه وتعالى دعوي بضان بجراء واتكو أركتين وحوي حسن المسلم كا ومركا مدات كأخر ستيد بدعوي كاسي وحوي ويلمي تاي اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك روايات قالنا وحي أرميسا اللهم معنى هذا مدى إنه مرينا وهذا قتل ما اللهم أسلمت وجهي إليك نفسي إليك روايات كلا أرمي أجرت مرك أعطك تمرك إذا أتيت مضجعك وقش هذه فراش كاقية مكان الجيف كاقية ماشي أعطي في حنيسي ويسق هذا مرك هدد عدونيس وكوغوف النانيسة وحانا لقد دوني يا حكمة أي تاقفك إنو الطهارة قبه إنو كوغيري الطهارة أسال الدونية وحادي عكرت قلت أسدو سلا سكو سيحدو ريوين كوكوري يوضا إنت بلين رون نقضان وحاك وكعرر يا قفك أسدو كتقيا تلاعبك الشيطان كوكو عيارة يهرددي يا عبس الجلنتي وحاس رنبو كبد بادية إن أصيح ذا الشق الأيمن ميديكتاه انتباه يا وحاس رنبو في عنتا علوم هذا هذا انقال هذا هو حكا قران بوك أد أبضا قفك لنك ميديك تأصيح ذا إيو قلبك إيو وحيا أخروني عاصماتك إيه كهلا ما كسر عادو هذا ذا حكمة ذا قرانها تاسو نظر إنا تفلسة أيه وانك سنتاي إنه ذكر إلهي سبحانه وتعالى لي ما ذو خاتمة عمل كيسة أي وناكساناته وألجأت ظهري إليك ألجأت إلى شيء أي أضطرت إليه إسناد ويعسك شال ولجي لمرك وحن عسكنا إياه وألجأت ظهري إليك معناها إن الرماه يقول من إمام النووي ووحو أرني أسندت أي توكلت عليك واعتمدت في أمري كله أرنك يقول أنا أذان كو عسكنا وألجأت ظهري إليك أرماه يقول أذان كو عسكنا وكو قتير سنة يا الله رغبة ورهبة لا ملجأ وحو لجيدا أي لا حسنة ما الله قال مجرته ولا منجأ أي لا خلاصة ما الله قبح صدو وغلو انتنا مالي
labada asbuuc saas ku kala dooyeen macnaa mid horena waxa weeye meel la galo iyo meel loo baxsado midna ma jirto laa malja walaa manja minka اي الا اليك اي لا حسن اعتصم به رفيس ان قال مجر ولا خلاص من عذابك من عذاب كاغن اوغا عرر ما جرت واخذك الا اليك ان اديق ان كوسو عرر كوسو ما قال مجر هدو سداسي يرادو وحاوي فانت على الفطره بتخلي ما نيسا فان مت من ليلتك سداسي عدات هبين كاسي كو غيريوتو فانت على الفطره واجعلهن وحات كيشا مركا اد اخرنيسي اخر ما تتكلم به وحا اود دنبيات كو هذا الشيء سلاف كيا وحا اود دنبيات كو هذا اللي يفيد تا كيا قال وحو يري فرددتها وان كو عليي دعادي مكو رسولك شاقيبا حفظ اهان كو عليي صحابي فرددتها وان كو علي على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت مركا قاري اللهم امنت بكتابك اللهم الله يو امنت وحان رمي بكتابك الذي انزلت اسود جسي قلت وحان اريد ورسولك ماشي هو رد عدو اي كاد وبالنبي كاي كاهي اي وحن كبدلو يري ورسولك قال وحي رسولك لا ساعه رنم لا والنبي كده الذي اثرت مركز دعادو ان اي عبادته ايو انا وحبك قف كسو دونا اسكغه بدبدلني اريده سدا اي تاي النبي كغه سو ارورت انو كغه دقم علوم اي تلماميان او وحا ويه انو سن وحبك بدبدلين روى احمد بسن حديث غورين وصمرنا مركز اداب النوم كاداب السيقات كان كاضليني هو احمد بسند حسن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي رسولك صلى الله عليه وسلم ما من مسلم روح مسلم مجره او يبيت كبر على ذكر ذكر اخرنا يا طاهر نصب طاهره او فيتعار سبر رغه سوق من الليل هبينك او فيسال او مركا فيسال الله الا ويديست خيرا خير من الدنيا دونك والاخره يا اخره ويديست مجره الا اعطاه اياه الله وصيني qof intuu ku seexday dikri iyo taxaaro ku seexday markuu habeenkii soo baraarugo ee alla weydiisanay khayr adduun iyo khayr aakhira ilaa aataahu iyo alla uu siinaya allahu akbar marka in laga faa'iideysto fayataa ay istaqdo min annahu murdadi kasoo baraarugo kasoo kaca fayasalu allaha khayra min addunya wal aakhira ilaa aataahu iyo alla uu siinaya wixii uu weydiisay marka inaad marka soo baraarugtid adoo daahirnimada si dhikr ku seexday waxaad alla weydiisatay uu ku siinaya marka in laga faa'iideysto xilliyada baryada la aqbalay kamid tahay waxaa kamid ah nafbu alfirashi gogoshi in la hurgufo qabla nawmi hurdada ka hor calayhi dusheeda waldijaaci in loo seexdo cala janbi alayman dhanka midigna loo seexdo hadda un firashka in dhanka midig in loo seexdo waynu soo aragnay in firashka macnaha gacanta la iska mariyo أيوكينية. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري إذا أوى مركو الضمه أو أوتقو أحدكم متكين إلى فراشه قبشيسي فليأخذ هجليه حقبته داخلة إزاره قبش قيبت يضهوسي أو قبش مرضيه فلينفض مكعافه فبها فراشه قبشيسي وليصم الله الله نهمك عابو فإنه لا يعلم مؤغة ما خلفه وحي قدام مري بعده قداشيسا على فراشي قبشي فإذا أراد مرقاركو دبادية دكو سيحاني قبول بيهارك بكو سيحاني ينحالة طيب مصاصكي هنقر الله يدبق الله عسوق لي المرك إسكهر قفو بسم الله ويرادو هذا هدي أي مقالاء تاينا دبقو قبشي أذكارتي يوصي ذكريين عد أخي سوق عانت عد اسكمري سوق عد أفوفته أي أوان أكسن شياطين تو أيسن كو سحران أو يسنقو حركو حرحران وليصم الله الله ما حمق عافا إنه لا يعلم ما أقما خلفه وحوصد ومري بعده قداشي على فراشه فراش كيسا فإذا أراد هذه أضوان أن يضجع إنه صيحنا إنه صيحده فليضجع أصيحده على شقه الأيمن من كم يدكتها أصيحده وليقل هاي راهده سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين gaadi wanaag xisn muslimka aad ku aragteen unbuu halka ku soo celcelinayaa oo tilmaamaya wuxuuna u tilmaamayaa adkaartaasi iyo faa'iidada iyo waxa ay leedahay ha yiraahdo subxaanaka allahumma rabbi nusqaan oo dhan wax akad an subxaanaka ceeb iyo nusqaan oo dhan allahumma allahayo adaa kana sahan rabbi rabbigii iyo aabaa muday oo iyo abuuray unazahka yaa rabbi nusqaan iyo ceeb oo dhan baan kana sahan jamiicu lcuyuubi wanaqaais iyo marka adaa kana sahan allow rabbigaygii iyo abuuray oo iyo amaa muday ahe إيه بك وضعت جنبي أي بحولك معنى حيلة هذه قوة هذه أود هذا وضعت لقيا معناها جنبي لنعي يقول لقيا
أديك أود ده عندنا عيق وقول لي يا أود أنا أني ولا هي أو أن كرم معها وبك أرفعه وبك أرفعه بحولك أقوم أديك قدرة هذه أود ده أنا نقصه كعيا أود كلام الله يا مجد إن أمسكت نفسي الله مرك هذه أد عشة نفسي نفسي إذا أو أي سيدة شكو غيريو تا أي كو تكتو أد كو قبضوت إن أمسكت هذه أد سيدة شكو قبضو أو أي كو قبضوت ضد بأن تي سيحلان نفسه بأي سن كسو نقن إن أمسكت نفسي مرك هذه أد قبضوت سيدة أد كو عشتو أد نقو سو علين فاغفر لها ألو أدن بداد فتجاوز عنها دم بجدرة وإن أرسلتها هذه أب صادرته أي أتكتك تجوسو عليسو فاحفظها حفظي بما تحفظ به عبادك الصالحين وحد أضوم هذا ونكسن كل حفظنا يسود كل إلى النيز رعاية حماية هذا إلى أنت هذا كل حفظي الله لكن الدعاء ده في أخي دعوين ككل دوان أو لم يتح أو كسر أروح يحس من المسلم ك قلت كأفراد واحد ويا آداب تردده جمع الكفين إلى لذا الكفين عم عمها على على إنه صار جمع سكان وقعنتي سو أي سنة يوكلا وقراءة المعوذات إنه كو أخري معوذات كما كما كو أخري مايو يعني قعنتي أنتو صلى عبو وأفكي سورتي سي وجيكي سكينو ومركا كو أخري المعوذات برب الناس برب الفلق قول والله يو كو أخري ونوت المامي دونا معوذات كو حلو رجيه مع النفط إصغو أفوفيا والمسح والمسح هكو مسحو على الجسد جلكنا ثلاثة سدح جيه روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحوها إذا أوى مركو أضم يؤو وتقي يوصي حالي إلى فراشه فراش كيسا كل ليلة هذين والبا جمع وحو أروريني يكفيه يعني سكيني ثم نفث وأفوفي فيهما لبدي قعمضه فقرأ فيهما وحو كأخرني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس معوذات معنى معوذات كوة اللولجي ده كوة الله مقنقر ثم يمسح وحكم سحي بهما لبدي قعمض ما استطاع انتو كره ومن جسدي جلكي سمرينيا يبدأ وحكم بالله بيدهما لبدي قعمض على رأسي مضح مرينيا ووجه وجهي سمرينيا وما أقبل وحي قابق الفن أو من جسدي جلكي سأو قاري كره أو قبن كره أيو سي مرينيا قعنتي وح الله وحي أكره ما استطاع من جسدي يبدأ بها على رأسه ووجده وما أقبل من جسده وحصاقة بالفن جسد كيسو جل كيسو قيبها وراء انت سيرها ايو انت قراء قورت ايو انت سمرينيا يفعل ذلك وسميني ثلاث مرات فدح جيرب انت قوة اخريو ايو هذا نقع انت مريني جل كيسو انت كجار سيدا سيادابتا كمدة انو مركو سيحانا يو برب الناس برب الفرق يقول الله قع انت سيسو انت كتفو او مريو مرلبات كتفو او مريو مرسد حادو كتفو او مريو أضف كشان هذا واحد قراءة آية الكرسي عند النوم عند النوم مركو سيحانا يا آية الكرسي إنه أخيه هذا تردد كم طاي روى البخاري معلقا وحكوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحقوا وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم باوحو إي وكي شيء صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان معناه إن آن حفظي أون إلى ليه ستوركي يا بخاركي لغو إلى لينيي وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الماء رمضان بحماية صدقة الفطر وهي مكة هذا مقشد زكاة معناها زكاة رمضان وزكاة زكاة الفطر وهي ذكر صوم وهي ماشي لغو أرورين يو ستوركي وراشينكي وحي لغو أرورين يي أيو أبو هريرة وإلى لي فآتاني آت مدي ماذا إيمت فجعل وحو بالله يحثو انو عن توفسنا يو اروسنا يو من الطعام راشنكي فاخدته وان قبطي بويري اي الذي حثى من الطعام كي راشنكي اروسنا يو اي ان قبطي وقلت وحن كويري والله لا ارفع عنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان قلت ارتي الرسول كان كوغينيا قال وحو يري اني محتاج نيوقف باهم بانحي وعلي عيال عيال بان كسوتقي ولي حاجة بل اي حاجة شديدة وطرقنا ويقصوا بانتها ان يو اسكا كيدا يو اسكا كيفا فعوا على الرسول كايقين باهي با ايكنتي قال وحو يري فخليت عنه وانا حريصة ابي هريرة فخليت عنه اسكا سيدا فاصبحت وان وابريستو فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحو يري مركي اواقي بريي وصبحي اهي ايا الرسول كوحو يري يا أبا هريرة ما فعل محوسمي أصيرك محبوس كاجي البارحة حاله محوسمي محبوس كاجي الله أكبر أبو هريرة مركي بوحيرة ما فعل أصيرك أي ما أخذك نيكي أبقبط البارحة الليلة الماضية هذين هري
محاك سميسي محوسك محو سميسي نيك محبوسك عاد قبطي يا أبا هريرة ما فعل أصيرك محبوسك هاجي محو سميسي الباري حتى هذين هوري قال وحا ويري وحي والله وش يقول رسولك قلت وحا كويري يا رسول الله رسولك الله شكا حاجة حاجو شيكتي ذنبو شيكتي لبو شيكتي شديدة آدو درا وعيالا يا عيال فرحمته وانون حريصتي فخليت سبيله واسكسي داي قال وحيري أما إنه يسقو قد كذبك الله أكبر وحيري رسولك أما إنه يسقو كاساس عيالك يدبكي حاجة شديد كوشكتي قد كذبك بينبو كوشكي وسيعود وصلى الله من دونها بين دعاونا فعرفت وحن أقاذي أنه سيعود وصلى الله بنيا صوت وامحي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول كوشكي يوارنب إنه سيعود وصلى الله بنيا فرسدته وأنق إلى القلي وأد فيس قلي فجاء وحب الله انتو يمي يحثو انو ارورسانا يو عن توبسانا من الطعام الراشنكي رمضان كاي زكاة الفطر قاها فأخذته وانقبتي فقلت وحان كويري لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان كو جينية قال وحيري دعني ورنيوز ككيدة فإني محتاج قف لباطي سنبانا وعلي عيال عيال بضنوان هيسا لا أعود نكوص الله بنيه فرحمت مركو على علي وان اسكسي داية فرحمت وانون حريصي فخليت سبيله فرحا كقاضي فأصبحت وابرس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحيري يا أبا هريرة ما فعل محوسم يا أسيرك محبوس كاقات قبطي قلت وحنكوير يا رسول الله شكا حاجة لبو شاكتي شديدة درا وعيالا يا عيال فرحمت وادنا وان حريصي مركو إيقو على علي فخليت سبيله وضل فرحا كقاضي وان سيدايي قال وحوي رسولك أما إنه يسقو قد كذبك بينبو كوشيغيو وسيعود أدنا وصلابا فرسدته وانو على القلي ودفيس قلي الثالثة تابين كي سدحات فجاء وحوي وجمده يحثو من الطعام وصور هاشين كي أروف سنية عم توب سنية فأخذته وانقبتي فقلت وحان كويري لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مركان كمسي دين يا رسول كان كوجيني أبين والله بها بين باب بين باب إيشيكتي وانا صلى الله بطي لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات مركان وهبين مرك قلت سد حاجة قلت بيسي أنك عذقة تزعم أشيغنيس لا تعود إن أدن صلى الله بني ثم تعود وصلى الله بنيس قال وحيري دعني إسكي سيدة أعلمك وحنك بريا كلمات كلمة ذئي أو رحي هذا البنك بريا ينفعك الله الله أكو أنفعيه ينفعك الله الله أكو أنفعي بها كلماتك يا أراد أن كبري الله أكو أنفعي أبو هريرة أدبو علم جعلا قلت وحان كيري ما هو محي شيدان بهذا أبو هريرة آية كرسي بري وفرش قال وحيري إذا أويت مركات أدمته أو آتكته إلى فراشك قوش هذا فقرأ آخر آية الكرسي آية الكرسي آخر الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية حتى تختم الآية إلا آية دعاتك ختمته فإنك عذيك هذا سيدا يشو لن يزالك الزولي عليك الدش هذا من الله عليه حافظ إنك حفظنا ولا يقربنك كون سودوان ميو شيطان شيطان كون سودوان ميو حتى تصبح إلا أتكوى بريسته أبو هريرة وعلم جعله أنت أمرك مغلي فخليت سبيله ودذي سيبا سيدا يوحي فخليت وان داي سبيله إنه اسكتك أخو اسكتك واحد اسكتك حاير وفصح باق فأصبحت وان وبنيت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم باوحي يقول ما فعل أسيرك البارحة أبو هريرة ومحسن هي محبوس كاقس حلي قلت وحنكر يا رسول الله زعم وحو شكتي أنه يعلمني كلمات إنه إبري كلمات يغورة ينفعني الله الله وأنفعي بها كلمة لها فخليت سبيله أنه سيداي هدو وح علمي وناكسن إيشاق قال وحير ما هي وامحي كلمة لها قلت وحنكو إيري قال لي وحو إيري إذا أويت هداد أدمت إلى فراشك قوغش هذا فقرأ آية الكرسي آية كرسي أخرى من أولها أول كذا حتى تختم الآية إلى آية كختمته الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر كختمته وقال لي وحو إيري لن يزالك الظلمي عليك الدش هذا من الله حافظ الله إنك حفظنا يكو إلى لنا ولا يقربك شيطان إنه شيطان كوسو دوان ميو حتى تصبح إلا أتكوى بريستي وكانوا وحي أهايا صحابته أحرف شيء على الخير أحرف شيء شيء قد ذال بدا على الخير خيرك عبدالله خير مغلان ذاتك قد ذال بدا بي أهايا
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحيري أما إنه إسقو قد صدقك رم بكوش وهو كذوب إسقو بين أراء شيطان أنت الشيء يا بنتي سبلا لك هذا كان رم بكوش تعلم من تخاطبه تعلم من أكتهي ما قرنا إسا من تخاطب منذ 3 ليالي سد حد عدة أبلش كي سن يسد الله اللي سيرات قبنا إسا يا أبا هريرة قال وحيري لا قال وحيري ذاك الشيطان كان شيطان وينين السوسو كيسيه حاب بدنا ما تدرك مسلمين تا جبر مسلمة ده أو حجابا أو بار جليس أركيان وجبر يسوع كيسي سمر كاسا مد أنا وحوه وصن بعض حال الله تيم أركيس بار بيج شيء وحوه حاون أحسن إلى هوستي شيء دام كوب جبر بحجاب نبوس كصوت يجي كرا نبوس كصوت يجي كرا وحاوي وحاب بدنا معاسي وقسم يدرك مسلمين راح يوصل سمين كرا بلنيك أنا ركسد ده حد يسول وجينا يا أو استور يا بخار جبسنا يا أو راشين أرسنا يا وقبنا يا وهذا على يا عهور يضمر إيان كسو التقيله فسوكم حيري تعلم من قرانا إذا من تخاطب عد أرلا خطابة يسي والله هذا ليسي منذ 3 ليال فد حد عد الله هذا ليسي مقرانا إذا يا أبا هريرة أبا هريرة قال وحيري لا قال ذاك الشيطان وكان شيطان وي لكن ما يشو كد ليشان يا وحي تعي حديثك أنت رسولك أرمي يو أو يري أما إنه قد صدقك فنبوكو شاقي ورنتو شاقي وامحي إن معناها كلمات أنفع يو قفكم مركو قوشي يسطقو آية تقوسي إلى آخر كذا عبيه وآخريو إنو إلهي سبحانه وتعالى حفظنا يو شيطان نوصن أسو دواني قدوك اللي حاد وحاو التصبيح والتحميد والتكبير عند النوم إن قفك التصبيح لي ماذا سبحان الله تحميد لي ماذا الحمد لله تكبير لي ماذا الله أكبر عند النوم مركو سيحانا يو شاقوين كانت رضا بلان مضاقة بطان بإذنكو هذا هو رور ديسان بابا قرية قبل كورنا على خلاص لا على سطور ديسان ففي الصحيحين وحصوه رور عن علي أن فاطمة رضي الله عنها أي أتت النبي صلى الله عليه وسلم نبي جي أطمت وقرد رسولك فاطمة بنت رسول الله هو تشكو يضا كشيغان تشكو إليه يضا على علي سوء الشيغان يسي رسولك أطمت فاطمة أي رسولك أو إيمان يسا الله أكبر تودع رسولك صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أي تريد أن تشكو إليه إن أي أرهن أشيغته وحدي بخيست أي وشيغته ما تلقى في يدها وحي كلكل أنت في يدها قعنت هذا من الرحى بقح الرحى وحل إرادة أنت بضم الصومالي هان لغض الصومالي دو يكوك للدوين تلا جدو دي لابد ما يقحو انت الله إسا صار الدوين ليرنا له قل قلي دي يلقشي دو هيد يوحوي لصال سوو رجي ورحى الإرادة أمي كانوا أفسامالي قال أنت ويا قاني وكل شيء جدانا. لا وضع حاله صار كونفورت يا ملك أنا وأفجوا يوم كل شيء وقرنا ياهو. لا وضع حاله صار مرك ساسي وحوي لو وش هذا حوار مر بقى عن تنتلا سو عن توبيو دول الكل وش هو يساء وش هذي وش هذا أنا هذا كل إذا كلا صار وحوي هادي إيو وحوي كلا صار من مجرين. وحي كلا كورن تمرك بقى حاس إساء كل إذا وش هذي شيء وبلغها وحنا سو جاري فاضم. أنه سجوا جاءه رقيق أضوم إن يمادين مك أضوم بدن بين الصوق بصدي دولام الجوس وق بصديه أضوم أنا ولا قيبين يقارب شقالا نقول يجريها كشقيني مك واحد مقش فاضمة إن رسولك أنه جاءه رقيق أضوم إن يسوق جارين أي مك شيء رقيق أي عبيد أذكر سابق آية رقيقة ولا صوق بصدي أي مك شيء فلم تصادفه فرك فاضمة مرك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أي فلم تصادفه ماء سنهل رسولك صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك أرنك وحي أشاقتي لعائشة عائشة أشاقتي وحدي بها يستئي أرنك يدي كدع وانا سيتر عائشة يقر في رسولك فلما جاء مركو يمد أي أخبرته أغور رنتي عائشة عائشة رسولك الله قبضها دي فاضمة تميدو يضع الشيغان يسو نبك بضان إكاه يسو نقحان إساو ورجين يسو مالي كوراني رهاشنكو كوشي دي يسو قال وحويري فجاءنا مركي هالوكي أم مغلبة فجاءنا ونويمت وقد أخذنا مضاجعنا أنقو قوشي النذي قالني أصلي حمي فذهبنا ونتقنو نقوم فقال مركي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويمت ويستاجن فذهبنا نقوم أي شرعنا وقصدنا لأن نقوم له والله كعيو سيب الله كعيو الرسول كلوس وقلين له يقول كلوس يقول هو يسكير يا راين لو يستاجن بقى كلا فروس قال الرسول على مكانكما ماشي صديق يقول حكت أنا بقولش فجاء ويمت فقعد وفر يستي
بيني أنيق إيو وبينها يضا نحليه عصادمة يا علي حتى وجدت إلا أن هلاي بيتري برد قدميه عربتي سي لوكتي سقدمين كا انت هو سقدمين كلا يراد لوكتا على بطني على شيء إذا قبوا جيدا أن كدريمه معنا لوكتي وصل لصو بح فريستيو وصدق أوفير سعالي يفاضم صوب فريسانا على بطني لوكتي وحيتري هل كابيركا فقال مركاسا وحيرا ألا أدلكما شاكشدي أي شيغانا يين يدعوذو ديبو أغا جوابا يايو ألا أدلكما ما إذن تصيابو يري ما إذن كغور رما على خير خير مما سألتما وحي آدوي ديستين وحكا خير بضن ما إذن كغور رما أي أفضل مما طلبتما من الرقيق وحي أفضل الطين عبدو ما إذن شقية يو ألا أدلكما على خير مما سألتما وحي آدوي ديستين وعبدو ما وحي إذن خدمة يا وحكا خير بضن ما إذن تصيا إذا أخذتما مركي آتكتان مضاجعكما جوشيني مكان جيفكينا او اي او اي او اويتما ادوهيتان الى فراشكما جوشينا فصبحا تصبح صدى 33 صدا يا سدح واحمد حمد يست الحمد لله بها 33 صدا يا سدح وكبرا تكبير صدى 34 صدا يا افر فهو كافى خير لكما اذا كا خير بدن من خادم خادم اذا شقيه gabadhu waxaa hubaala haddii aad kaartaasi ku seexato iyadoo firfircoon oo xoogii iyo juhdigii iyo shaqadii ay qaban lahayd khaadim oo waxa ogama baahnaanaysa waxyaabahan inta cagaha laysa saartay oo guryaha hadda Mareykanka lagama helo laakiin meelahaas Afrikadaas oo gabdhaha Soomaalidu ay joogaan oo haddii koob shaah ay dhaqaysay waa inay naag u keesato guri oo shaqaysay dadka kabarihii ee Kenyaatiga oo shaqaynaya iyo meelaha Zambia iyo ku arkay maranta Zambia aan joogay muddo waxa way saddex shaqala u shaqaynay mid waxa weeye walaasha ka dhaqda mid cuntadi karisa mid waxa weeye guriyaha iska labnaayeen dadkaas waxa weeye waraabiyo cooska iyo ka jarjara halka kala dadka Soomaalidu waxay noqdeen inay meesha iska cilaamaysato halkaas iska shaqeyso telefoon iskaga jirtay jacayl haday gurigii timaadana waxay jacayshaa gabadha ay keensatay iyo guriyaha iyo dadka qaar inay looga shaqeeyo oo waxay u qabato marka adkaartu waxba ay xoojinaysaa macaanideedu waxa weeye dikiga adkaarta qodobka toddobaad waxa weeye itfaaul waxa weeye butajaas ka walaa waxa weeye waxaan leeyahay matarmaksiyada iyo faynusaaya waa naxwi waxa la midka iftiin kale in inda noomi marka hurdada la damiyo itfaaul butajaas waa naxwi inda noomi lambadaha la shito oo liifada leh iyo waxyaabahaas oo dhanba butajaas kale yeyo اللهجة مصرية وهي ففي الصحيحين وحكوا صاروري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري لا تتركوا النار دبكها وقتقينا في بيوتكم قريهن حين تنامون مركز في حنيثان وحاو كوكرت وحلقوا كرينا يأيو دبكي سيافيري وحي دب أوهشدان إيو وحاسودان وفي الصحيحين وحكوا صاروري أيضا عن أبي موسى قال وحيري احترق بيت قريب قبتي على أهل يدك سكو قبتي بالمدينة مقالة مدينة من الليل هابين فلما حدث مرك الله ورمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم حال الضوضي وحق قبئي وحي لانبضي يضبك قرق قصدي قال وحي إن هذه النار الضبكاني إنما هي عدو عدو لكم إذنك فإذا نمت مركا سيحانيثان فأطفئوها اسكدمية عنكم حقين لانبضي فينصيه وحي الله وحي الضبا اسكدمية intaan xadiisan soo socoto dhowr jeer baynu soo marnay shan lix jeer baynu soo marnay waa kormaraynaa marka iqlaaq alabwaab albaabadi in la xirto wa taqdiyat alaniyat walashin in la daboolo inda nawmi marka la seexanayo ففي الصحيحين وحا كسوارور عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيره إذا استنجح الليل أي رسولك صلى الله عليه وسلم يري مركو قبل كو دعو horeyn u soo marnay hadaad xasuusataan ida istanjaxa alleylu ay aqbala alleylu bidulmatii mugdigiisu uu soo qabilo gabalka uu dhaco ow qaada junxu leyli gabal dhici fakufuu sibyaanakum caruurtii celiya faina shayaaiina shayaaiintii baa tantashiru markaa soo foofayso oo soo baxaysa xiina idin markaa caruur shaydaanku ciidamadiisii markaasuu ibliis ahaa markaasuu fafaxaya gabalka markuu soo dhaxay ciidamo shaydaan ah oo labada magaalado dhan iyo xaafadahoo dhan iyo meel walbaba inay wax soo baabiyeeyaan oo wax soo dilaan oo loo diraya marka caruurtii celiya markaa faidaa dhahaba saacatun saacad ka mid a markuu tago oo min alcishaai cishii ka mid a maqribkii fakhalluuhum iska sii daaya wa aqliq xiro abaabaka albaabkaaga wadkur isma allaahi magaca allana xus وأطفئ مصباحك فينوست هذا الدمي واذكر اسم الله مجع منلك هذا الدمي واذكر اسم الله مجع الله حس وأوكي سقاعك في بارك هنا أبحر واذكر اسم الله مجع الله حس وخمر ضبول إناءك ويلك هنا
واذكر اسم الله مقع الله حس ولو تعرض عاد بكو قدبت عليه ويلك دشي شيئا شيء بعد كو قدبت ويلك انضبوا او وحكو قدب. روى مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وحويري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايان مقلي غطوا الاناء ويلشي الضبورة واوكوا السقاء سباكنا اصحرا فان في السنه سنتك ليله هبين باكجرة ينزل اسودك فيها هبين كدحديثه وباء عذر فافضتك بابيه لا يمر مصومر عذرك هبين كالسود الجنيو باناء ويل ليس اوصا اهان عليه دشيس غطاء ضبول او سقاء سبرار ليس عليه وكاء عن ابحرنين الا نزل وحا كدك فيه ويل كافي من ذلك الوباء عذر كاسا كفافا يكدك كنسر باكون عي وحا كون على عذر ان لقرانين ويل هبين كاس اركب maana habeenku yahay ma garanaysaa marka aanad sunnada iyo aadaabti marka aadaabta waxaynu ku soo marnay weelasha iyo marka aynu soo marayna dhawr jeer baynu soo marnay qodobka 6-9aad waxa weeye al wudu lil junubi qofki janaabada qaba inuu weeyta qaato ila arada an yanam haduu doonayo inuu seexdo oo uusan rabin inuu qubaysto laakiin u janaabu qaba hurdo uu qaba ha weeyta qaato هذا جناب العقبة. ففي الصحيحين وحكى صغرور عن عائشة رضي الله عنها قالت وحيتري كان النبي نبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد مركو دوني أن ينام إنو صحده وهو جنوب نسوه جناب قبة غسل فرجه فرجه إسيح من كي سترق النقي واستجوني وتوضع ويسق هذا يمركا للصلاة صلاة دوكالي مركا انتاج جناب دي وحي كقاري يقول كنتو اسكتنا قوك استجوده أيو ويسق هذا يا مركو ويسق هذا ويسق هذا كي سيكو صحانا يا مركا الصلاة دي صدوة قبيسا كرا مخصيانا ويالي كرا. وفي الصحيحين وحى صائر وري ايضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوه وحويدية ايرقد مصيحنا يا احدنا متكيو وهو جنوب نسقو جناب قبة من انك انك من مصيحن كرا يسقو جناب قبة قال وحوير النعم اذا توضع لكن هدو ويسقاته احدكم متكين فليرقد هصيحنا وهو جنوب نسقو جناب قبة في مره marka aad turdada kamitaa laakiin adoon weysa qaadan ama aan booreysan iyo ha xeexan jirabadaada aadato waxa kamid inaad weysa qaadato qodobka toonaad waxa weey adamu noomi ala albatni adamu noomi inuu san usxiixan ala albatni ala alcalal beerka intu ruux ku qafta caloosha ku seexdo sidaas iyo sanyeelin rawi tirmidhi bi sanad hasan an abi hurayra radiyallahu anhu qaal wuxuu yiri raa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wuxuu arkay رجلا من بو اركي مضجعا اجيفا على بطنه على شيسة فقال وحوير ان هذه تاني ضجعة واجيف لا يحبه الله الله سنجع لين وين صامر من دول جانا هدال حسوستان وهرد يا جيف سيان الله سبحانه وتعالى سنجع لين مارك قاب كاسي ان الله جعل سيحلو حتى علماء تخاتيرتا عدي اقادين لبك اكراك الميه اي ضجعة وحوية ضجعة واليهتا رجعة وديه قرطة لبضى وديما مرها أي هي أقاب ويا مرك إن هذه ضجعة هي أدى أن إقاب كان قفك بيبيرك أصيحان العروش روكو وكو قضانية لا يحب الله الله مجع الله حديث كان مرك أحمد نورينية تلمد نورينية بسند حسن سألباني عرش قرناود لبضى وي حسن بيكا ديجيان سألباني نور صحيحية شعب خالش شعيب عرناود حسن بوكا ديجيان ولكن بيبير إن الله صيح ده ما صيحنا قدر كوي تمناد وحوي ذكر الله ألا ذكر جيسا عند الاستيقاظ مرك الله سوق عيه ورين أصوم برن مركة روى البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير من تعارق في سوبر رجو سوق من الليل هبينك وفقال يرادا لا إله إلا الله إلهك وحق له عابد مجرى وحده كله موية لا شريك له وحلو ذا جنة يلوه أسجع الملك وله الحمد ملك يبغرتوية مع أبع سجع أسقناتي وهو على كل شيء شيء والقدير الله كرأ وذوي الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قفك مركو سوى برارو هبينك وانتو سردو كسعو برارو دعا سلاسير هذا مركة أخرية أو يرادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال يرادة اللهم اغفر لي الله إيدن بداف أو دعا أما الله بريا استجيب له ولا أجيب يا فإن توضع حدي أوتك ويسقاتنا وصلى أوتك ذو قبل الصلاة سلادي سوى الله أقبل يا قضبك أدابت أفرطانات إعاوة إنو كسو قبقبيني نوحاوية أدب مع النفس نفتي إن لقى أداب قاتو الأدب مع النفس نفتي إن لأدب بره
oo nafti ay noqoto mid tarbiyaysan oo waxa weeye shariicadu waxay u dejisay tartiil iyo deganaan nafta la dheelitirayo oo la barayo oo qofka muslimka sacaadadiisa xayaatadan iyo tadambaba waxay ku xiran tahay معنى مدى تأذيب النفسي نفسي سوء تأذيبيو التطيبيو التسكييو التطهيريو محايا الشقاء جيدا وحيو كحيريا نفت او فسادة نفسي او مذوبات خبث جيدا يا حمانت هذا يا الله نقران كما يربضا اكوير قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وحا الليباني وفك نفتي سطهيرا وحا هوغاي وفك نفتي سدوغ حمانيا معسيو آيات بدن يا أحاديث بدن نوي كوصو أرورين مركزين ورطة أولا ما يستيرونه كو قضوك كوات محاسبة النفس نفط إنو حسابيه وإنو يرادا محا خطأ وكادع محا قف وكادع محا كون نفط إنو الله حساب تمو محاسبة إنو اللي ماذا حساب تنكاسي ونفتي سإنت ضدك كلاقي عيبه هذا يكون مشغول لها نفتي سأو حسابيه محاسبة النفس اللي ماذا قال الله تعالى هل وحير يا أيها الذين ذاتك آمنوا إيمانك الله يلو اتقوا الله ألا كبقى والتنظر ها اكتها في رسو نفس ما شيء قدمت يوهر مرسطي لغد بري وحي يوهر مرسطي نفس والبها اكتها في رسو يا أيها الذين آمنوا ذاتك مؤمنين تآيو ألا الرمي رسول كيس الرمي يو اتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا معناه تقوى الله إما هذا أوه عقابك الله سبحانه وتعالى إذن كبت باريسو حمانتي معاسدان إذن كور إستاكتا والتنظر نفس ما قدمت لغد أي ها إكتوها في رسنف والبابا وحي أهر مرسطي مانين كقيامة خير يشربه وحاوياه قال الله تعالى ووضع الكتاب الله سبحانه وتعالى آيات كان وحو كتل مامية أي كتاب الحسنات والسيئات مركي لكيانو فترى ويأركيان آيات كان وينصمر ندرجر المجرمين ذكوا مجرمين تاع المنافقين تي قالبي مشفقين يقوا بقي مما وحي فيه كتابك الحديث هذا ويقولون وحي ليهن يا ويلتنا هلا جيني هو جيني ما لي هذا الكتاب كتاب كان محيه لا يغادر أنا باقين صغيرة ولا كبيرة وحير إيه وحوين بسوء ذكوبي إلا أحصاها وسوء كوبي يا وسوء أروني وقرية وجدوا وحي هلين ما عملوا وحي عمل فلين حاضرا يسوء الديارة ولا يظلم مظل من يا ربك ربك أحد قفنا مظل من مركا حساب تنوي نط ما نكاس كتابك قال وكين اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حصيبة مرك انت لو حسابي ما انت اس حسابي أو كان عودنا هذه معاصي هذا أنا كان نقو وش عاد طبعا كرتنا قبوا يدل على قبكم وددار قال الله تعالى ألا وحير ولا أقسم بالنفس اللوامة إلا أقسم بالنفس اللوامة نفط معنا مع إذين تبضن نفس ما تنوم حال نفط هذه والنقنيسة هذا لام كم واحد كده معناها لا أقسم أكده ترى زيادة أكده كتو وحنقول دارنا يا بالنفس اللوامة نفط روحه إيه هيستان إيه ذين يا ويسكون دقي نفط صدق قيوده من نوع نفط وحوي حمام بيقف كيف رئيسا من نوع مدا اللوامة ده أهو مرنا يسيا كارك مرنا يلا كارك ويجيدا نيسا مرنا يلا كارك اللوامة ويس هيستان قل روحي يدي بقى هيستا من نوع مد مطمئنة يا أيتها النفس المطمئن ارجع إلى ربك الراضية مرضي هلك إن لقى فيها والربا مرك وقف كسو قدبه روى الترمذي مرك وحيره إن مرك رماع صرنا حساب تنك النفس ويا مرك والله حساب تني إن قفص إيه ذين تيس هاي الشد حساب تنبقى إيماني ما حد وحاء أصلا ما حد وحاء كينته وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى بولي الله سبحانه وتعالى وحوي نبي صلى الله عليه وسلم وحلي كلكم يدخل الجنة إلا من أبى ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى كل الناس يغدو سمتك سوق الله فبائع نفسه من نفتي سكحرين ينا فمعتقها أو موبقها أما مدو حوي نحم طورين يوم قرية حساب تنكي بمكة تاسكو إيمان إذا إنو قفك مركة آد يا آد أددالو قفك مسلم كوحالك الدونية إن النفس دي سؤال الله حساطمه اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن حسابتن كيكو إيماني شاء قضوك الله دوحوي سيام الاثنين والخميس إنو قفكو صومه اثنين يا خميس نفط وحياة على الغطة بيه الغطة هي ريكمي تاي روى الترمذي وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحير تعرض الأعمال وحل صبر دقاء أعماشي بذكو أي قبانا يين أسبوعي يوم الاثنين مالك اثنين تاي والخميس خميس تالا صبر دقاء فأحب وحان جعلها أن يعرض إلا صبر دقاء عملي عمل كيقة وأنا صائم أنا صوما مالك إلا صوما أسبوع عماش مرك الله صوبان ديقايو وحاوي ويقي ومالك اثنين تا ايا خميس تاوي فأحب أن يعرض عملي وأنا صائما
قيام قضوا كلا بعد وسد حد وحوي قيام الليل هذه إن كانوا صلاة الليل ويستاقوا. ففي صحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان وحوها يقوم متكعة أو استاقى من الليل هذينك حتى تتفطر إلا إدر دلاعان قدماه قمده صلوه استاقي كبتي درتي غير بران إلا دلاعان. فخالد وحي ترى نمبر باح الله. فقال الوحي ترى عائشة لما تصنع محاد وصمين إيسا هذا يا رسول الله سبعني محاد سوق ليسا الله الله بربران والله دل دلعان وقد غفر الله الله ودافع لك أذيك ما تقدم من ذنبك ذنبك هذا وحي هرمر يوضنب الله سبحانه وتعالى دافعه محاد سلا سوق ليسا رسولك الله محاد سلا سوق ليسا وصان سوق بابئين إيسا وصان أدوية ليسا رسولك الله لما تصنع هذا يا رسول الله مركاسة وحوير وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك الله وبلن قاضيه وحوي ذنبك كان وريك ان ضبوه على ضعفك ما حسنا مركز هو قليسة قال وحوير أفلا أحب ميانا جعلين أفلا أحب ميانا جعلين أن أكون إنا كم من نغض عبدا شكورا أدون شكري عائشة أدو ألا ذنبك يوريك ان كلاب نعفي إذا أكرمني مولاي هدو الله يقول كرامي يقول شفاي دم بيجي كاري كان دام بين أو نافي هدو يقول كرامي مي أنا كم من نقول مك عبدا شكورا عبدون شكريا فلما كثر مركو بقي لحمه هلب كيس وحوي هلب أوفول رسولكو صلى وكنت كنجري جالسا فدي بكت كني لا تليه فدي بكت كني فإذا أراد مركي أو دونا أن يركع مركي صوف فدي قرانك هو أخينا يوم يشوف كل ركوع يا مركي اللي سجاره فإذا أراد مركو دون أن يركع إنه ركع قام وكعي مركو يستاقي فقرأ وأخرين حوغاقي كهر سنيدة لما يسترك صورة داهي ثم ركع مركز الركوعي فدي بو انت بودن اسكيدت وقال سلي قاقي اسكفدي 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 مركي آيادو كورنا ما نربط استاق ركوع وسجود مركاك بعد هدنا فدي قاقي هدنا كورنا سلات ليك فدي وكوتو كان كرتا انكسو استاق فدي بداني قلوبك أفراد وحوية أذكار الصباح والمساء أذكرت الصباح دي يقلبت الآخرين قفك إنه سنكتقين روى البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وحوي سيد الاستغفار استغفارت إذا بدافك قال لو يدي سنية وحا سيد أه سيد الاستغفار أي أفضل الأنواع وي نوع وفضل لبضن أذكرت الآخرين الصباح يمسا وحا أقول سيد أه وفضل لبضن أن تقول إنا ترادي اللهم أنت ربي الله أذيك ربك يقع لا إله إلا أنت إلهك الحق لقو عابد مجرى أذيك الموية خلقتني واد يا أبورتي مود بقى جلية وحير اللهم الله يو أنت أذيك ربي ربي جيبا تايلا إله إلهك الحق وعاب ذم جل إلا أنت أديم وي خلقتني وادي أبورتي وأنا عبدك أنا عبدون كاجبانه وأنا أنيقون على عهدك بلا كاجي ووعدك يبوه كا يبوه هذا نقص معي ما استطعت أنت أنك أعود وحن مجن جلية بك أذيك من شر ما شيء شرتي سنكم مجن جلية صنعت أن سميه أبو أنكو قريا لك أذيك الله بنعمتك النعمة هذا علي هذا أنا قد شيء إن معيسى وأبو لك وحنقوق بذنب ذنب جيجة أنجلى فاغفر لي الله وإذا فإنه شاني لا يغفر ما ضعفه الذنوب ذنب إلا أن تعذق موية قال وحير رسولك ومن قالها قفك يرادا من النهار مالك موقنا بها سوى يقين سن وفمات كجيريودا من يومه مالك قبل أن يمسي أنتو سنقر بيسا فهو من أهل الجنة أهل الجنة كمديا ومن قالها قفك يرادا من الليل هبينك وهو موقن سوى يقين سن بها أذكار تاسي وحا إشيغي سي عهدك يبلنتي يقران يوحاسون فمات كجيريودا قبل أن يصبح أنتو سنواق برين فهو من أهل الجنة مكاد بأفضل بلنتي سيد الاستقرار اختار بالي هذا حسن المسلم كاتكم مرتين أن كل جدوبنا قدر كشان هذا حوي أذاب تردد وأذاب توحكم إذا مقطع صلاة الضحى
قفك صلاة دبرت انك لا تكذا انو تكذا نفطي تطهيرين اي صاي ونظيف نيسا. روى مسلم في صحيح عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وحيري يصبح بريسا على كل سلامة على كل سلامة حب والبو من احدكم احدكين كم ذا وحوا بريسا يا صدقة صدقة يسقوا اللي قولي اياه صدح لبقول يا لحدا كحبنات اجل كاجا كاملة يصبح وهو بريسا على كل سلامة حب والبو من احدكم متكين كاملة صدقة يسقوا صدقة اللي قولي اياه هيبوا بريسا اياه يسقوا صدقة اللي قولي اياه ايوا بريسان يا صدح لا بقول يا لحن كحمنوت ان اد كف معناها لدون يا ان اد كصدق قيسته اي كل يوم ويصبح اي كل يوم وبريسان يا على كل سلامة اي مفاصل كم سلام بالرجيدة حديث امام مسلم بانا شيغي صدح بقول يا لحن حمنوت ان حديث كلاسي شيغي من ادن صدح بقول يا لحن حمنوت مفاصيشا فمنه سجلك كاملة سقوا صدقة لقوليا أي مثل أجر صدقة كي صدقة وقال لقوليا فكل تصبيحة سبحان الله ويرى هذا صدقة صدقة يطاي حب بحروبية وكل تحميدة الحمد لله ويرى هذا صدقة صدقة يطاي وكل تهليلة لا إله إلا الله ويرى هذا صدقة صدقة يطاي وكل تكبيرة الله أكبر ويرى هذا صدقة صدقة يطاي وأمر بالمعروف ضدك وناك فرى صدقة صدقة يطاي ونهي عن المنكر حمانت ضدك كريب وكي استاق ويرى هذا صدقة صدقة يطاي ويجزئ حك جزية من ذلك أرنكاسي ركعتان الله برك عضوضه يركعه ما أركوع أوتكذا من ضحى برق كلا برق عدود أوتكذا لبا أفر سديد بأقو بضن ضحى ذا سراد اللي توكذا وحوية مكي قرح ذا أي صوب حضا ورن عارديسا إلا إيو إنت أي وحوية سراد الظهر كأن لقى جارين إنت قل حيسا حلقة وليبا الظهر كل وان شيسا فضلي بضن مركا وحا وكوذا قوذا يابا صدقاتي صدح بقول إيه لحلن كحب نوت ويجزء من ذلك أنك عايز وحا كقوذا إيه رقعتاني لبار رقع ضوضو فغير عقاو ما اوتو كدو من ضحن برقنكي فضلك اللي بحاجه حوي تطهير القلب قلبي انه كان نظيفيه اما يغضب ربي جل وعلا وحل وحي الله وكعرون يضن قلبي انه كان نظيفيه روى مسلم وحو امام مسلم ورينا يا في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري ان الله عل لا ينظر ما ايغو ما فيري الى صوركم صورتينا ككوبنتي مد عد مد مدو مد دير مد قابن مد المال مد المال لهين صورتيني قابكات اسميسنتين وام ولكم يا مالكين الله معه ولكن سينظر وحو ايج يفير الى قلوبكم قلبينا يا اعمالكم يا عمل كات قبانيسي قلبك اغيس ويديو مركا حسابتك نفتا ويو محاد كو كرقيا الله سبحانه وتعالى قلبك اغا نظيف مرك ادو حاسد كرقيا غيبة كرقيا قبيالات كرقيا ادو وحا ويميشا لقا ميزام يو او قفك لقا عبيرا يو وانا جيسا يو جيركو لن حبناها وحا يلو وانا اكسنانا يا وقلبك اغوية الا وان في الجسد مضغة اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب ويه قلبك النظيف مرك تطهير القلب اما يغضب ربي جل وعلا وح الله وحي الله عرق لنا يوردان قلبك كان نظيف ماشو الله كا ايجا يو كان ميزام يو درك وانا اكسنا عد حرقي معه مروين وعد شكو ضبو شي معه حراء الله ضحي معه قبيل وانا اكسنا يا نصب عد كدلا في معه ماشو الله قاسي يدنا يو قلبك اجي قفل بقلبك او كنا قمحو قلبك اجي الله كوبيه واعمالكم اي عمل كعب قمني سمحوية عمل الله خالي كي هيبا مثل عمل اوسان الله خالي كاهين قبا خير الشخين اي وعاودتك وناقات يا خير كاس حريرين اي قفنا قلال قبيالات بوضتك عاينة يا قبيل كاس عمل كوالوك لدوي فسانو يسره لليسرة يا فسانو يسره للعسرة اعديست وضعك والله فوضين اي قدو كتبوا هذه وحاكم اذا الافت نقل لقطة هيرا ايو أكل الحلال حلال إنه عن قفكي هذا دون يفيد إنه تبدباده نفط هذا أطهرتي حلال عن روى مسلم في صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيره ايها الناس بضوا ان الله عل طيب وان لو ناكسن لا يقبل ما اقبله الا طيبا وحو ناكسن مويه وان الله عل امر المؤمنين مؤمنين توحوا امري بما امر به المرسلين رسل ودري وحو امري بو امري وفقال وحيره يا ايها الرسل رسلي كلوا عنا من طيبات وحو ناكسن من طيبات وحا وناكسا من الطيبات وحا وناكسا واعملوا عمل طلا صالحا عمل وناكسا اني انغنا بما تعملون وحا سمين ايسان عليم الله عقبان اي وقال وحا ويري يا ايها الذين ذكي امنوا ايمانك لغيرو كلوا من طيبات ما شي كيس وناكسا عنا فرزقناكم عنه اذن كو ارزاقني ثم ذكر وحا وشيغي الرجل الروحي يطير الرجل نكي يطير السفر سفر كديريني اشعث بصاصيسنا اغبر
أشعث أو كبر آيو أغبر بصر سيسنا أي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم نوت المامية نكي أشعث أي شعره غير مرتكب بصر سيسنا يتمتي سؤال كرتك نيت أغبر أي غير الغبار معناه بوريسنا يصفق يلويه يصعد كيسي يمد يديه قعمي ستاقي إلى السماء سمده تاقي يا ربي يا ربي بولي يا الله بري يا مقع يدي سواناك سنابه كبري يا ومطعمه راشن كيسو حرام حرام وي ومشربه حو عبي عبيتان كيس حرام حرام وي وملبسه حو حران يوم الشيطان حرام حرام وي وغدي وحا القصو أنقريو القصو برباري بالحرام حرام وي فأنا ويابس سيبا قفك سلاسي يا ربي يا ربي كواي يستجاب اللوغة أجيبيا لذلك أرنكاسي وبريا قفك مسافر كواه مستجاب دعوة وأغبر أهو بساسيسان يحبا كم مغضا تذكر نوع عاسى بريا ذا الله وكا أغبرا وروا مسافر وي مرلباتا كم مغتا وروا حوي قعمك عيادة الله كبريا قعمه بكر وتاقنا لكن وحب بريا بيسي عبادة وحا وفل لبضان كم ذا اللوغة أقبل واي ومطعمه حارة ومشربه حارة وملبسه حارة وغدي بالحارة فأنا يستجاب لذلك سأرين كاسي اللوغة أجيبا مرك حارانتو هذي جيركا قش عبادة هذي لما أقبل قلبي قيبا إنجيجي قلبي قيبا مذوبي الله كو عروني مرك إسك إلاليو وحد عنيسي وحصحا مطهي وحد قادنيسي وحصحا مطهي هذي كلمان وحا إيمانا عمل كاقو بابا أيو في الصحيحين وحا كسراري عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال وحو يري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيان مغلو يقول له الحلال بين حراش ويعضه والحرام بين حرامتنا ويعضه حرام حرام الله وكرا عدي وبينهما وحاول حي حراشي حرامتي مشبهات قوى الشبهات لنا عن حرامتي كشبهة لنا عن حراشي كشبهة لا يعلمها أسنقرانين كثير إن بلاو من الناس دكي كمدانا أي سنقرانين وحاجر حلال يا حرانتي الا عدي كو مشبهات اهو اكو حراشي حرانتي او حوي دينا دينا او اك او ان مرك قفكي اوسن كلا غرانينين او لا دونيا مرك ان قفكي ادي اد علم يا راعتان يو مشبهات جمع مشبه بواضح ان اهين هدافتي ما حلال با مس حران وحان كو اهين اي مشبهات ليراده لا يعلمها أوسنجران كثير إن بضم من الناس دكتي كمذا فمن اتقى قفك إسك إلالي المشبهات كو حراشي حارانتا أنا كأهمنا أنا أهينو إسوئك وشمنا حلال بام حاران أشكك كججرو قفك إسك إلالي استبرأ وحو بدباتذي لدينه دين ديس وعرضه شرفتي سو بدباتذي قفك إسك إلالي وحو شبهات كافي من اتقى الشبهات يكفق هذه كتقة استبرع طلب الرعاية له من الذنب الشرعي شرعي دعينه عيبية هذا حرام بكل عيب وما قراني نالدين أيو كمين وكفق هذا تاسو كبت بادية استبرع وحب الباسد لدينه وعرضه وما وقع قفك كل عيب في الشبهات شبهاتك إيجا حراشي حرام تأليك وأنا العدين قفك كل عيب كالراعي كي أريق الراعي ويق الراعي يرعى كراعي أريقي حول الحما سيرا هريريه سكراعي ميل سيرا أو حيران هريريه سكراعي سيرا إنا صومالي كتقانان وميل لو أرجيني يو الله إلالينا يو حول كراعي جيس كيسا يوشيكو وحاو ودويا أن يواقعه إنو نيف أن كل حضو سيريه أوقره أوكي معنى الرعا ألا وإن لكل ملك بقر والبابا حما سيروا إليها ألا إن حما الله ألا سيريه في أرضه أرلديس محارمه وحو حرمي وي إسك إلى لي مر ألا وإن في الجسد جركة مبغة عدير باكويا إذا صلحت هدئي هقاكتو صلح الجسد كله جركو نوو هقاكيا وإذا فسدت عسكا سيهدو حماضنا فسد الجسد جركو حمانيا كله دمانتي ورعتكا سي إلى لي وبدبادية ألا وهي القلب قلبي وي ماشا سي إنو قفكو إلى لي جركا قادا دونيسي دكتاد إنو خيكو دقيسة تادا دونيسي قلبي نظيفي دكتاد وادا دونيسي قران كيني دقيسته قلبي نظيفي هداد موزيكا دي هاسيه غيبا دي حنتي نميمة دي عادس ككري ويسو لكتا دقيسان يسي أبقى شاكينا يا ماه قلبي جسدا سكا إيمانا يسا يا ماشا عاسي داوي ماشا عاسا عداد بدباديسو حمنيه جيكو رنو ويهقاقا يا ماشا عداي حماتو قرابترا وإن جينك قبكا وذي بحوية أو حمنيه دقاجين يي أو قوذين يي أو وحسين يي مركي قبكو حلال قوتو أرماء مشبهات كجران حلوس كفوك هذا وحي حرام حراش أيكو عدده يقوقات وحي حرام أيكو عدده يقوقات وحا مشتبهات كأهي حراشي حرام تأسكوب ليها هي أوئك
وسنقرانين دق يقان إن ويديو إن بضل دق كم أنا ما يقاني لا يعلمها كثير من الناس إن بضل دق مشابهات كاس يكون حيا أو يقودنا يا مركاتا وحول نقونا يا حرام تلو أسي قد بيا سوء فطفو ضيثنا يا مركات سوء حرام كل حجرات الكيسة إلهي سبحانه وتعالى هنا قبض باديو عاو حانو شرفة إنو كتابك يعني سنقي حقاق النو سعودي عاو النوغو إيجي هاي إلهي سبحانه وتعالى ونغو كرامي ونغو شرفي وحي أن أنكو قفني وحي أن قلبني نقتي يا شيطان بيكا هاتي وإلهنا سبحانه وتعالى وكرته بدكين يا أقول تي ذو إسكيري علمي يو إسكيرا دذال كذا يا مراك قاركود وقت جي وآد أير وكتابك أنا وقت أهل وحي أنكو قلبني مركا إن لا يجنا استحيا أن جعلهاي عن بارين كماله إلهنا سبحانه وتعالى دم بداف بان ويدي سنة يا إلهنا وحن ويدي سنة ما تتك المسلمين تاعها يا أن جارسيني إن الله سبحانه وتعالى كو أقبله دق دلاشة والنقضة والولاء والنقضة قلب جودة كو كو عمل فلا كو بدبادنا إلهي سبحانه وتعالى ونجد جمالين كقيامه كو خوير كإلهي سبحانه وتعالى يدين تي سنة دقاشنا ينو الله سبحانه وتعالى نجدجو كو إلهي سبحانه وتعالى بحلك النبي الدين تاو نوغت تجي قادنا ينا إلهي سبحانه وتعالى الله عم نوغت ديغو وجزاكم الله خير الجزاء وحي اللي فهمي وايي كتاب كان من بداية إلى النهاية صوفير في ريال الله بدا هبين إدمان هبين كأربعة كتاب كان من بداية إلى النهاية وحي اللي قران وايي أرضي والبحر صوى على مطلبه إن شاء الله تعالى مرتاسا أفصيرينا أما أشيغينا أم إرقي إشكال قري أما وحي إسكتبه قري كذبنا هذين كأحد إن شاء الله تعالى وحاجة سميسان إنسان هذه حفلة إذن تهاي كتاب كات كذي جانا إنسان مرخصين وكعلينا وجزاكم الله خير الجزاء وأنكم أحسنتين إلهنا سبحانه وتعالى وحن ويديني بأسمائه الحسنى وصفاته العلى مرعي ذي سواوين أسماء ذي يقص بريء أويره وراله خير كان حريرني كشقيني وتاجنا هذين مال إلى لني وانت في إله سبحانه وتعالى كوا حسنات كود أكرمي إله سبحانه وتعالى حساب إيران تلاقي لي جنة الله كده كو إله سبحانه وتعالى مرتقات كيسة للصورة النبي يا الله سبحانه وتعالى لو بشارين ما يلقي لي صديقين تي شهداء يا صالحين تا إله سبحانه وتعالى الله كده هو يينك وناكسا خير كاس قد كارعيني علم قد لك تكو قادني إله سبحانه وتعالى وحن ويدي سنينا كو الله سبحانه وتعالى الله صار تبقى علوم هذا خيرك يا أهل الخيرك يا وناك يا جنة دبقات كيسيرة يا الله سبحانه وتعالى قدره انت الله كل انتي مرنا الله كل ميسي مرنا كم قنانا يسينا إله سبحانه وتعالى كو مرايك تأي أبي شارين يسي اسكسوا دقي يسون مرايك وحيوتمد ولا حلقة مالكو هيا مركاسا يحور بحن بيقود بيانا وحي يرادن إله هو هيل بأسكي يميلو بل اسكفير يبو يميل كو ذاتك ونواناك سن أكتوض الله ما خير الله ما قضو إله سبحانه وتعالى ذاك خيرك الله سوى كل مي إدكتو ذكار عنا يو جيدك لي دمك لا يسكر هاي سخي يمدون يسكر سوى قلي إله الدم بدافع الله وغدقه أيون الدم بيقود الله دافع انت عرورتك حنصن سنة سنة عرورت الله والدم بدافع وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.